يعني بأشد العبارات تدين هذه الفعاليات الشعبية، هذه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، هذه المسيرة كغيرها من عشرات المسيرات التي تجوب شوارع عمان وأيضا محافظات الأردن للتعبير عن الرفض بهذه الجرائم وهذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، أيضا استهداف المدنيين واستهداف المستشفيات والكوادر الطبية. هذه الجرائم يعبر عنها المشاركون في هذه المسيرات بأشد العبارات، أشد عبارات الإدانة بحق هذه الجرائم على القطاع المحاصر. كما نشاهد في هذه الصور العديد من الفعاليات الشعبية توافدت إلى هذه المنطقة. هذه المنطقة هي منطقة وسط البلد، وسط العاصمة عمان، فعاليات سياسية التحالف الوطني لدعم المقاومة. الجميع ينظم هذه المسيرات ويرفع شعارات تحيي المقاومة، وأيضا يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني ويطالبون بتدخل دولي لإيقاف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء غزة، ويستنكرون بشكل كامل صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم خصوصا على المستشفيات والمدارس في هذا القطاع. نتابع هذه المسيرة ونشاهد الصور والأعلام والهتافات التي تصدح بها حناجر المشاركون في هذه المسيرة وغيرها من المسيرات في الأردن، التي تحيي صمود الشعب الفلسطيني وتحيي أبناء غزة بشكل مباشر على صمودهم، وتعبير عن التضامن الكبير للمقاومة، تعبير عن التضامن مع جميع من هو داخل القطاع المحاصر. المطالبات اليوم، حدة هذه المطالبات ترتفع من خلال المشاركين في هذه المسيرة. كانت هناك مطالبات بسحب السفير الأردني وطرد السفير الإسرائيلي، واستجابت بالفعل الحكومة الأردنية لهذه المطالبات. أيضا هناك مطالبات بإنهاء العمل بمعاهدة السلام، وأيضا إيقاف العمل باتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بالغاز والمياه والكهرباء. نتابع الآن هتافات المشاركين في هذه المسيرة تدعو إلى تكاتف الجهود لدعم الصمود الفلسطيني وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان على القطاع المحاصر، وضرورة محاسبة هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ضرورة محاسبة هذه الحكومة أمام القانون الدولي وأمام المحكمة الجنائية الدولية. نشاهد هذه الهتافات، نشاهد هذه الصور، نشاهد صور الأطفال، المشاركون يرفعون صورا للجرائم الإسرائيلية لتوثيق هذه الجرائم بحق المدنيين التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف من قطاع غزة، وأيضا تقوم على تهجيرهم. هذا الأمر الذي يرفضه الموقف الأردني السياسي وأيضا الدبلوماسي. هذه التحركات الشعبية اليوم تنطلق بالتزامن مع تحركات سياسية واقتصادية. قبل الحديث عن هذه التحركات كبيرة، غيث لو سمحت، قبل الحديث عن هذه أو عن هذا الجانب السياسي، لو يمكن أن تبقى معنا ونستمع قليلا إلى ما يرددها المشاركون من هتافات لو سمحت. نعم هذه المسيرات كما تستمعون إليها هي تطالب بشكل مباشر بإدانة هذا الكيان، بإدانة هذا الاحتلال والجرائم. نستمع الآن إلى كلمات أيضا من خلال مركبة تسير وسط المحتجين وسط هذه المسيرة. هناك يعني نشاهد في هذه الصورة اللوحات التي يرفعها المشاركون والتي تلطخت بدماء الفلسطينيين جراء الجرائم. دعوات هناك للصبر، دعوات للصمود، دعوات لدعم المقاومة، دعوات للمجتمع الدولي أن يقف بوجه هذا الاحتلال وأن يدين ويحاكم هذا الاحتلال على ما يقوم به من جرائم. هذه التحركات الشعبية اليوم ومنذ انطلاق
عملية طوفان الأقصى حتى الآن تدين بشكل مباشر كل ما يقوم به الاحتلال، خصوصا في قتل المدنيين واستهداف المدنيين في بيوتهم، استهداف الكوادر الطبية بشكل مباشر. شهدنا الليلة الماضية الاستهدافات المباشرة للمستشفيات المختلفة في قطاع غزة. المطالبات واضحة بالتصعيد نحو وقف هذا الاحتلال، وأيضا هناك مطالبات بفتح الحدود، كان هناك مطالبات واضحة منها الشعب الأردني بفتح الحدود للذهاب عن فلسطين، تسليح الشعب الأردني، كانت هذه مطالبات قدم بها أحزاب سياسية إلى القيادة السياسية في الأردن حتى يكون هناك تحرك عربي. نشاهد هذه الهتافات من حناجر هؤلاء المشاركين في هذه المسيرة، وكما تحدثنا بأن هذه المسيرة وعشرات المسيرات في كل محافظات الأردن تسير بوقت واحد ونحو هدف واحد. الحالة الأردنية مختلفة عن باقي الحالات في المجتمع العالمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالنسبة للأردنيين. إذا استشهد شهيد في غزة يفتح له بيت عزاء في عمان وفي باقي المدن الأردنية. الديمغرافيا الأردنية الفلسطينية هي مرتبطة بشكل مباشر. الجميع هنا يحيي المقاومة ويدين معاهدة السلام ويطالب بتحرك دولي فاعل تجاه ما يحدث في هذه الأثناء من قصف وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة. نعم، نستمع إلى هذه الهتافات التي انطلقت بعدة لغات، الشعارات انطلقت بعدة لغات، باللغة الإنجليزية وأيضا العربية، حتى تكون هناك رسالة واضحة إلى الجميع، إلى جميع من هم بالعالم، إلى جميع من ينكرون حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته، وإلى جميع من يستنكر هذه الجرائم وهذه الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة. الدم الأردني والدم الفلسطيني هو واحد، كما تحدث بيوت العزاء تفتح للشهداء في عمان وفي باقي محافظات الأردن. هناك يعني حالة شعبية كبيرة، حالة شعبية من التضامن، هناك تحايا كبيرة نحو صمود الشعب الفلسطيني، هذا الصمود لا. الكبير بوجه هذا الاحتلال، بوجه تكاتف المجتمع الدولي لعدم إعطاء الشعب الفلسطيني حقه نعم بالعيش، وعدم إعطائه حقه بإقامة دولة الفلسطينية.